أزمة في قطاع التعليم تطل برأسها مع بداية العام الدراسي الجديد في اليمن، أزمة قد تحرم الطلاب والطالبات في عدن والمحافظات المجاورة من الوصول إلى مقاعدهم الدراسية، إذ أعلنت نقابة المعلمين عن إضراب مفتوح تغلق بموجبه المدارس ويمتنع المعلمون عن ممارسة عملهم. مدرسة الروضة دائما احنا لا نضرب، لا نضرب ابدا، نحن كده عندنا قاعدة وعندنا كده هدف ان احنا نعلم الاولاد، طالما هذه المدرسة فيها اكثر من 3000 طالب في مدرسة الروضة بمنطقة القلوعة، بمساعدة الشخصيات الاجتماعية، بمساعدة شرطة القلوعة، بمساعدة اولياء الامور الطلاب. حرمان مستمر من كل مستحقاتهم منذ اكثر من 10 سنوات، إلا من راتب زهيد لا يتعدى ما يساوي $100 أمريكي، وهو أجر لا يكفي لتلبية أبسط متطلبات الحياة، خصوصا في ظل أزمة غلاء مستفحلة وتزداد وحشية وفق تعبيرهم. أكثر شريحة في داخل هذا المجتمع تعاني هو المعلم، والمعلم نتيجة أنه راتبه في أدنى سلم الهيكل الوظيفي. دائما كل عام في بداية العام ان النقابة تتحرك وتعمل اضراب، لكن هذا العام الان في اجراءات اتخذت وفي مجال اعطاء العلاوات ومنحها للمعلمين، والان الامور تمشي بشكل سريع جدا في اعطاء هذه العلاوات، وان شاء الله ان يفتح الاضراب. كان المعلمون قد نفذوا إضرابا مماثلا العام المنصرم، لكنه رفع بعد لقاءات مع قيادة الحكومة خرجت بوعود يقولون الآن إن شيئا منها لم ينفذ، ويطالب المعلمون بإعادة هيكلة أجورهم بما يتناسب مع الوضع المعيشي. نحن عملنا هذا الإضراب شامل وأغلق جميع مدارس لعدم ذهاب المعلمين للمدارس، نتيجة أنه لم تستجيب الحكومة السابقة والحكومة الحالية، فلم اتفاقيات تنصلوا عنها ووعود لم يوفوا بها، واتفاقيات وبل قرارات رئاسة الوزراء لم ينفذوها. بين هذا وذاك ينتظر الجميع موقف الحكومة التي يقول التربويون أنها أخلت بوعودها لهم، لكنهم هذه المرة ينتظرون حلا يأتي من مجلس القيادة الرئاسي الذي يؤمل عليه كل اليمنيين لحل مشاكلهم. ردفان دبيس، العربية، عدن.